بارك لك على العرض وعلى النتيجة. الحمد لله، أنا ببارك لفريق نادي الزمالك وفوز مستحق، فوز عن جدارة، لعبوا بأريحية شديدة حتى وهم ناقص العدد، أحرزوا الهدف الثالث لأن كان فيه هجوم منظم، في أداء تكتيكي أكتر من رائع، في جماعية أداء في الهدف الثالث، شيء يعني بيفكرونا بالكرة الأوروبية، إنكار ذات، تمرير جيد جدا في للاعب غير مراقب بالمرة، قدر يسجل الهدف الثالث، قتل المباراة تماما في آخر دقائق في الدقيقة 93. نادي الزمالك استغل بشكل كبير جدا ايه الهدف معانا يا كابتن حلمي؟ ايوه، يمكن ده الجول الأول، بن شرقي لما عدى من ياسر ناحية اليمين، ايوه، ولعب الكرة بشماله عرضية لزيزو، ايوه، ده الجول الثاني ياسر ابراهيم، ولعب الكرة جت في دماغ محمود علاء ودخلت جوه الجول، ده هدف التعادل. ايوه، بعدين شفنا سيطرة بعض الشيء للنادي الأهلي، ولكن نادي الزمالك استغل كرة مصطفى محمد وبرضه خالي من الرقابه، يعني ياسر ابراهيم ضغط عليه في الاول وبعدين سابه. ما ضغطش عليه بعد كده، استلم ولف بدون اي ضغط عليه، وده الجول الثالث، وكان نادي الزمالك بيلعب 10 افراد. شيء رائع جدا، يعني هدف رائع جدا، هدف تكتيكي على مستوى عالي جدا. الهدف نسبه 90% من اونج. بالظبط، بالظبط طبعا طبعا. لا، والتمريره الاولانيه قبله طبعا، التمريره بتاعت بن شرقي ده طبعًا. حاجه مميزة جدا جدا. نادي الزمالك استغل الاندفاع الهجومي بشراسة من النادي الأهلي، استغلوا في هجمات مرتدة منظمة، بقى في بيبقى 4-4 دايما على النادي الأهلي، وقدر نادي الزمالك يستغل الهجمات ديت، يستغل غياب التركيز الدفاعي في النادي الأهلي في إحراز هدفين ورا بعض. شيء رائع، انا ببارك لنادي الزمالك، هارد لك للنادي الاهلي، فوز مستحق لنادي الزمالك، تحيه للاعبي الفريق ومدربهم وجهازهم الفني. يمكن انا كنت متخوف في الاول من كثره عدد اللاعبين.